قوي. المستحيل عند بعضهم هو الممكن عند البعض الآخر. في حاجات كثيرة جدا بنعاين لها بعين الاستحالة. عند ناس كتار جدا تاني ممكن. ليه؟ الموضوع في طريقة التفكير، والموضوع في طريقة إنه في حاجز بتاع معتقد. إذا قدرنا نكسره حنكسر كمية من الحاجات جدا البتليو. في اعتقاد دائما سائد في مجتمعاتنا بإنه والله في حاجات كثيرة جدا صعب إنها تتعمل. وبنلاقيها باستهجان كبير جدا. لما الواحد يتكلم في ونسة مع أصحابه عن حاجة بنلقى إنه يقول لك والله فلان ده بيحلم ساكت، أو ما دعاين لفوق رقبتك بتتكسر، أو كمية من المعتقدات الكثيرة جدا والكبيرة جدا في مجتمعنا هي موجودة. نحن محتاجين نكسر الحاجز ده، محتاجين نكسر إنه في معتقد بإنه في حاجة محددة ما ممكن إنها تتعمل. أي شيء متاح طالما نحن أصلا شايفينه متاح. في معتقدات سائدة جدا بالنسبة لنا نحن لو تخلصنا منها، لو شلناها وأزحناها من حياتنا تماما بنقدر نكون ناجحين. نفس القصة بتاعة إنه الشخص اللي كان نايم في نهاية محاضرة قاعد، الأستاذ اداه مسألة على في السبورة بحيث إنه تقوم تتحلى، أو دي مسألتين ما بتتحلى أصلا. هو قام كان نايم صحة، افتكر إنه دي جزء من الواجب بتاعه، مشى قاعد يحاول في المسألة فترة طويلة جدا لحد ما قام حلها. حل منهم واحدة والثانية ما حلها. لما جاء المحاضرة اللي بعدها قام قال للأستاذ للأسف الشديد أنا قدرت أتمكن من أن أحل مسألة وما تمكنت أن أنا أحل المسألة الثانية. طلعت إنه دي واحدة من مسألتين هم ناس كتار جدا في عالم الرياضات عجزوا من إنه يقوم يحلوهم، لأنه كان في معتقد سائد. ليه الناس زملائه اللي حوالينه وما فكروا في إنه هم يقوم يحلوها؟ لأنه في معتقد سائد بإنه دي المسألتين زي ما أشار الأستاذ بإنه يا أخي دي ما بيتحلوا. بيبقى إنه الناس اللي ما بيحضروا المعتقد أو المعتقد ما بكون واقف قدامهم هم بكونوا كسروا كمية من الحواجز اللي قدروا يعبروا بها. كمية من الحياة كانت في مجتمعاتنا هي شايفينها صعبة إنها تتحقق، لكن الآن الليلة هي موجودة بشكل واضح جدا، وناس قادرين تقوم تعمل الحاجة بالشكل الأمثل زي ما هي مرتضية الحاجة دي. ناس كتار جدا بيعتقدوا كمية من الحياة إنها هي مستحيل تدعمل، أو مستحيل تنجح، أو مستحيل أو مستحيل أو مستحيل، لكن في ناس حققوها. فزي ما قلنا المستحيل عند بعضهم هو الممكن عند البعض الآخر. الموضوع معتمد على زاوية رؤية، معتمد على بعد أنت بتعاين به. إذا جيت وعينت من بعد آخر بتقدر تصل تكسر حاجز المعتقد. في ناس كسروا حاجز المعتقد، خلينا نشوف شخصية كسرت حاجز المعتقد بالنسبة لها وقدرت تصل للحاجة هي عايزها. مفرد بنك واحد بعمليه اصدار العمله وتعديل حجم الكتله النقديه وفق النشاط الاقتصادي بيستحفي حد رقم بزياده الاصدار في حد الكسر. سعداء جدا في هذه السنه احنا يكون معنا واحد من رموز المشايخ في بلاد الشيخ وضع بصمته في خارطه مجمع الفقه الاسلامي. نهارك جميل يا شيخ، نهارك جميل يا ولدي، مع انه ما جميل شديد. الدولار الليله عامل 40 وباكر حيصل 50، الاسبوع الجاي حيصل 60، ونحن لسه متفرجين. اللقمه دي حتى بيجينا ما لاقين، والله يكون في عوننا وفي عون الشعب المسكين. طيب يا شيخ تفتكر حلول شنو وكيفيه تعامل الاوضاع الاقتصاديه الراهنه في البلاد؟ والله يا ولدي النصيحه كلام ما بعرفه، لكن نسأل الله السلام وبلدنا تعيب بالأمن والاستقرار والطمأنينة. شكرا. فهمت عايزة؟ طيب بالنسبة لي أنا أحمد، أنا الحاجة اللي بشوف إنه دائما مش بقول لك بحاجة مميزات وكذا، أنا ما دي الحاجة دي بالنسبة لي ما حاجة مميزة، يعني دي قاعدة أنا ماشي بها في حياتي. اللي هي شنو القاعدة اللي ماشي بها في حياتي؟ إنه دائما بحاول أعمل حاجات اللي بشوف إنه صعب إنه أنا حعملها عشان اكسر حاجز المعتقدات السلبيه اللي بتعيق تقدمك، عشان الحاجه دي هي في حد ذاتها حاجه مصدر قوه وطاقه ايجابيه بالنسبه لي، بتقدمني في حياتي وبتطورني في حياتي كثير شديد. والاهم من ده كله انك دائما في اي عمل انت عشان تنجح فيه انت لازم تكون متفرد وعندك البصمه الخاصه حقتك انت. اهم شيء بالنسبه لي اني اكون شخصيه قائمه بذاتها، حاجه قدرت تصل لطموح وحاجات. واهم حاجه انا دائما دارس الله وبقولها في اي مكان، انه من اول خطوات الوصول العالميه انك كيف تقدر ترضي جمهورك محليا، كيف نقدر نخوض بصمتنا الخاصه بين احنا الحاجه اللي ما بتشبهنا احنا، وحاجه بتكون مميزان احنا عن باقي الناس وعن باقي الشعوب. انه دائما الشعوب بيقول لك شنو، انه لغتنا ما بتصلهم، حاجاتنا ما بيفهموها كده، لكن لما تكون انت في حد ذاتك قدرت تطلع حاجه خاصه بك انت برا ووصلت رسالتك برا، الحاجة دي حتكون في حد ذاتها هي رسالة، ورسالة كبيرة وعميقة شديد، ودي الحاجة اللي احنا عاوزين نصلها وبإذن الله حنوصلها طالما في الإرادة والطموح. أحمد البنا.